نهى من جامعه الاسكندريه، الاستاذه الدكتوره نهى، اتكلمنا عن فانجل انفكشنز اوف ذا دايابيتيك فود. اتفضلي يا فندم. طبعا الدكتوره نوها يعني غنيه عن التعريف، جامعه اسكندريه، واحنا طبعا المسافه كبيره، بس طبعا احنا بيسعدنا كل اساتذه الاسكندريه لانهم هم اللي تقريبا ابتدوا المؤتمرات الكلام ده من 30 40 سنه، ما كانتش يمكن اتولدت لسه الدكتوره نوها، فيعني كل اساتذه اسكندريه بنحييهم وبنرحب بيهم. اتفضلي دكتوره نوها. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيده جدا واتشرف ان انا اكون مع حضراتكم النهارده في المكان العريق ده. شكرا استاذ دكتوره لبنى، وشكرا للشير بيرسون على تقديم الكليه وعلى الدعوه، وبشكر اختي حبيبتي استاذ دكتوره ولاء خليفه. فحقيقي انا فرحانه بفكره المؤتمر، لان دي حاجه احنا فعلا محتاجينها، ومتشرف بوجود حضراتكم. هتكلم النهارده على توبيك فروم دايبيتولوجيست بيرسبكتيف. انا مش دكتوره جلديه، ولكن ما حدش فينا ينكر ان احنا بنشوف الدايبيتيك فود فانجل انفكشن اتس ا كومن بروبلم، ودايما بيقابلنا most commonly two appearances of the fungal infection في صورة تينيا بيدس اللي ما يعرف بالأثليتس فود، وأونكوميكوزيس which is the infection of the nail by fungus organism. Within the general population التينيا بيدس والأونكوميكوزيس prevalence بتاعهم حوالي من 15% ل 20%، ولكن برغم ان هو في الجنرال بوبيليشن بتبقى حاجه ملهاش ذات قيمه قوي، عباره عن itching وشويه discomfort، ده as a common symptom. في البيشنت with diabetes فرصه الاونيكوميكوزيس تحصل 2.7 times more عن اللي ما عندهمش diabetes. ومش بس كده، the risk of infection عالي، with development of this fungal infection يعمل several complications: paronychias, secondary bacterial infections, cellulitis، ممكن يدخل للعظم يعمل osteomyelitis، up to food ulcers, gangrene، وينتهي بالحال السيء which is the lower limb amputation اللي احنا بنحاول نمنعه. So how is the risk of ulceration and cellulitis? The development of fungal infection بيبقى فيه مشكلة كبيرة، لأن interdigital fungal infection ده بيعمل حالة من inflammation والfissuring، فيعمل breaches وتقاطع في الإبيدرمز، وحضراتكم تشوفوهم في البيشنز بتوعنا. ودايما ننصح البيشنز in general لازم ننشف كويس بين الصوابع بعد الوضوء أو بعد أخذ أي شاور أو تعرض للمية. مش بس كده، اللي عنده diabetes نتيجة autonomic neuropathy في مشكلة في توزيعة السواتينج عنده، فممكن نلاقي dry food ودي بتعمل fissures وتبقى portal of entry of bacterial infection، وممكن تعمل deeply seated mixed infection. Thickening of nails في onychomycosis بيزود subangual pressure وده يعمل subsequent ulceration. وكمان irregular or thickened nails بتعمل epidermal breaks as the nails dig into irritating neighboring toes وتعمل برضو ulceration. عشان يبقى كلامنا practical ما يبقاش كلام غير عملي، let's see a case study، حالة على بعضها عشان نشوف what is this patient complaining of. أستاذ كريم عنده 55 سنة، عنده type 2 diabetes، جاي بيشتكي انه فجأة لقى صوابعه العشرة elongated yellow toenails، وده طور معاه بشكل سريع في خلال 3 شهور لحد ما حصل involvement لكل العشر toes. مستر كريم مدي هيستوري ان عنده تايب 2 دايابيتس بقاله 4 سنين، وبيعترف ان انا يوجوالي عندي بور جلايسيميك كنترول، سكره التراكمي افريج 9.2%، والبيشنت عنده كمان هيستوري اوف هايبرتنشن، اوبيز، سيفير دايابيتيك بريفيرال نيوروباثي، والميديكيشنز اللي بياخدها بياخد ميتفورمين، اتورفاستاتين اند نورفاسك. اون كلينيكال اكزامينشن كل التونيلز بتوعه كانوا يلو ان كلر، و6 كان عندهم وايت لاترال ستريكس، وهنشوف ده معناه ايه. Two nails show involvement extending proximally to the lunula. وفي subangual hyperkeratosis greater than حجمها أو سمكها أكثر من 2 ملي، وعمل involvement more than 75% of overall area في toe يبقى infected. According to onychomycosis severity index، وده index كان initially بيستعمل just for research work، ولكن دي طريقة سهلة to assess severity of the condition of onychomycosis. Mild لما يحصل affection to 20% of the nail، moderate لحد 50%، وأكثر من 50 زي أستاذ كريم يعتبر severe onychomycosis. So let's think together من ال risk factors اللي تؤدي إلى onychomycosis في patients. هل female sex؟ هل peripheral neuropathy؟ هل renal dysfunction؟ ولا young age. It's definitely peripheral neuropathy. لأن peripheral neuropathy بتؤدي إلى development عن طريق improper food care مع unrecognized trauma، فسهل إن البيشن ده يتعرض لإنفكشن.
وأذر ريسك فاكتورز غير البريفيرال نيوروباثي ادفانسينج ايج سن كبير بيقل الفرصه ان البيشنت ظهره وجعه ويقدر يوطي ويخلي باله او يفحص حتى قدميه. الميلز مور ذان 3 فولد لايبل فور فانجل انفكشن عن الفيميلز. الاوبيزيتي كومبرومايز اميونيتي البور سيركيليشن ان ذا اكستريميتيز وجود مايكروفاسكولار كومبليكيشنز ثانيه على راسهم الريتينوباثي وفاميلي هيستوري اوف اونكومايكوزس لانه عرضه ان يبقى فيه انفكشن او عدوى في الاسره. عشان كده بننبه دايما ما نمشيش حافيين في مكان كوميونيكابل وما نلبس طبعا فوت وير من شخص تاني لانه وارد يكون فيه انفكشن. طيب مين اللي هيعالج استاذ كريم؟ يعني واحنا بنشوف الحاله دي هل انا ببعته للدرماتولوجيست ولا انا دايبتولوجيست اشوفه ولا بودايتريست ولا وذين البرايمري كيرز؟ لازم نسال نفسنا السؤال ده تخصص مين؟ اكشن هو الواقع هو بريفيرد تو درماتولوجيست. وانا النهارده وامبارح والاسبوع اللي فات كله عمال اذاكر الفانجل انفكشن فسالت كل اصحابي بصراحه اساتذه الجلديه بتعملوا ايه في الحالات اللي زي كده وقعدت افتكر كميه البيشنتس شفتهم وقد ايه فعلا صعب البيشنت يتحسن واقول لحضراتكم ليه صعب البيشنت يتحسن. ولكن answering this is should be referred to podiatrist. فبالتالي وجود تيم ابروتش وبودايتست اللي هو مش موجود مع الاسف في كتير من السنترز بتاعتنا فبالتالي ده له دور مهم لانه هيساعد for diagnosis والميكانيكال debridement ولو في surgical intervention. وهنا يجي كمان دورنا احنا as diabetologists for the annual screening and education of our patient. الدياجنوزس هيتم ازاي؟ اتس ميلي على هيعتمد على كلينيكال سسبيشنز بتاع حضرتك وانك لازم حضرتك بتعلم البيشنت يفحص رجليه وفي كل فيزيت او اتليست انيوالي اكوردنج ريكومنديشنز لازم نفحص رجل البيشنت ده. وجنرالي ما بنلاقي فيه تشينجز ريجاردنج ذا كلر اند ديستروفي دي واحده من الكلو اللي تخلينا نريس سسبيشن ريجاردنج الفانجل انفكشن. These are the common presentations of onychomycosis. من ناحية الشمال كده lateral onychomycosis بيبقى فيه white أو yellow plaque موجودة alongside of the nail. تاني واحدة الdistal ده بيأفكت الend of the nail ويخلي الضفر يعلى كده لفوق. ممكن يبقى في الصورة الثالثة superficial white onychomycosis عبارة عن white discrete patches وبيبقى النيل فيه رف وcrumbles easily والpatient يجي يشتكي أنا ضفري على طول عامل كده وبيتكسر وبيقع لوحده. والتوتال ديستروفيك اونيكومايكوزس نيل از توتالي ديسترويد. لو قعدنا نفتكر كده هنلاقي ان هم كتير يعني بيشنتس وذ دايبيتس كتير بنشوف الصوره دي. وات اباوت ذا تينيا بيدس اللي هي بروريتيك ارثيماتس انفلاميد ما بين الصوابع مينلي انتر ديجيتال بس ممكن كمان تبقاش بين الصوابع ممكن تبقى على السول زي تاني صوره which is known as vesicular type وممكن تبقى على اللاترال اسبيكت known as مكاسن تايب والاسم ده جاي من كاوبويز كانوا بيلبسوا شوزات ملهاش كعب وكانها منحوله لجوه ومن هنا جاي الترم ده عشان لقوا اللاترال بتاع السوز بيبقى شكله كانه منحول. So these there are several forms of tinea pedis مش بس ما بين الصوابع وان كان ده اكتر. طيب احنا شكينا في كلينيكال سسبشن هل كلينيكال سسبشن ده لوحده يكفي ان انا اشخص يعني diagnosis what is the gold standard clinical examination fungal culture ولا نعمل potassium hydroxide examination ناخد مسحه كده او سكراب ونشوفها ولا periodic acid histology gold standard واصح واحده fungal culture. قعدت اسال بقى اليومين اللي فاتوا اسكندريه كلها ايه موضوع الفانجل كلتشر فقالوا لي though it is the gold standard واحسن حاجه توضح لكن عندنا مشاكل في الكلتشر نفسها بتتسحب بتتعمل بشكل مش مظبوط حتى لو راحت المعمل العينه كويسه دايما تطلع النتيجه ان الفانجل انفكشن از فري مفيش ما نلاقيهاش ودي برضو انا لاحظتها ويبقى ميزت عشان كده كتير منهم بيعتمدوا على الهيستولوجيكال اكزامينشن يا اما كلينيكال سسبشن ويبدا يعالج على طول. السامبلنج طبعا شود بي تيكن وده موست اكيوريت ايدنتيفيكيشن بس المشكله ان الكالتشر بتقعد up to 6 weeks عشان تبان النتيجه بتاعتها ودي تبقى حاجه تو ليت. ولكن الكلينيكال اكزامينشن لوحده again it's not considered effective خاصه لو هتكتب ادويه سيستميك انتي فانجل وانت عارف حضرتك ان البيشنت ده عنده كوموربيديتيز او ممكن يبقى فيه انتر اكشن سيريس مع بعض الميديكيشنز فبالتالي الهيستولوجيكال بتبقى سنسيتيف بس less specific لكن بتسعف شويه في التايم. سكين شود بي سكرابت بروبرلي من الادفانسنج ايج علشان ده اللي بيبقى فيه مور فايبل درماتوفايتس او اورجانيزم والسوابس ان جنرال هي ليتل فاليو عن السكرابس.
هتتاخد من البروكسيم ايدجز زي ما اتفقنا، ولو هنعمل كليبنج ات شود بي فول ثيكنس، ولو كان تو ديب ساعات يعملوا دريلنج هول ان ذا نيل علشان كاترينج اوت ويبقى فيه بيتر ريزلتس. يمكن صعوبه السامبلينج ده هو اللي بيخلي الكالتشر ما تطلعش مظبوطه على ما اعتقد. سو الاكيور دايجنوز ده مهم، وبنحتاج كمان لاب كونفيرميشن اوف ذا فانجل انفكشن، خاصه زي ما اتفقنا لو العيان هيبدا سيستميك تريت. لكن ما ننساش مش كل واحد عنده مشكله في اللون بتاع الضفر بتاعه هو هنقول له ده اونيكومايكوزيس فانجل. دونت فورجيت نعمل ديفرنشال دايجنوزس. وهنا هيجي طبعا دور زمايلنا من الدرماتولوجيست which is again team approach، ان ممكن نفس المنظر يخدعنا في حالات زي السورايسيس مثلا، الانكولايسيس او سب انجل مالجنت ميلانوما تبقى بنفس الصوره، او عيان عنده كرونيك تروما غيرت شكل الصبع او الضفر بتاعه. هاو تو بريفنت، ده دورنا جزء مهم طبعا. جود فود هايجين، وما نستهونش بالمايل تينيا بيدس، ان الموضوع ممكن يتطور بسرعه في خلال شهور كل التوز يبقى افكت زي ما حصل في استاذ كريم. يلبس ويل فيتنج شوز، ما تبقاش تو تايت ولا تبقى تو لوز، ان ده بيخلي الرجل تلق كده ويعمل تروما. والترنيتنج شوز، ولازم الشوز بتاع خاصه لو تو بي كابت دراي يعني، ولو كان عنده اول شوز ويلبسها وقت الانفكشن ات شود بي ريبليسد، ممكن تبقى كولونايزد، وده ممكن برضو يفصل لناس كتير ما بيخفوش وما بيتحسنوش. ويلبس كلين ابزوربنت سوكس بريفيربلي طبعا من حاجات ناتشرال زي القطن. واتفقنا ما يمشيش حافي سبيشلي في كوميونيكابل ارياز زي الحمامات اللي عند البيسين مثلا، ويلبس فليب فلوبس خاصه بيه يعني. وقبل كل دول كلهم ظبط سكر البيشنت. نرجع تاني استاذ كريم. النيل ديبرايمنت واز دان اند كليند وذ الكول تو ريموف البكتيريا، سامبلز وير كليبت، وطلع عنده واحده من الدرماتوفايتس اللي هي تينيا روبرم. وبدا البيشنت ده ياخد ايدوكيشن، والتريتمنت بدا معاه بعد ما حصل كونفيرميشن بالكالتشر اذا كانت عمل بشكل كويس. هنعالج ازاي؟ اكوردنج للسيفيريتي واكوردنج قبل ما اكتب علاج سيستميك. اذا بفكر البيشنت ده عنده حاجه ثانيه بيتعالج من حاجه، في انتر اكشن هخاف منه، خاصة interaction مع الستاتنز مع الكالسيوم شانل بلوكرز، يبقى دي لازم ناخد هيستوري. وساعات دكاترة الجلدية بيرفير باك فور ذا كارديولوجيست، سبيشال لو عنده كارديميوباثي فور اكزامبل، او بياخد الادوية اللي هي طبعا بنشوف ستاتن وكالسيوم شانل في كتير من البيشنتس بتوعنا. الاوبشنز ممكن يبقى اورال انتي فانجل لو مايل ديزيز او تينيا بيدس، ممكن توبيكال، ممكن يبقى اورال، ممكن يبقى ديفايس بيز زي ليزر تريتمنت، بس بنخاف من البيشنتس اللي عندهم دايبيتس ان سهل يحصل له انجي والعيان ما يحسش، ميكانيكال اور سيرجيكال انترفنشن. دي لسته من التوبيكال والاورال اوبشنز. هيجي على راسهم التربينافين، لان هو من الادويه اللي ملهوش انتر اكشن كتير مع حاجات ثانيه، يمكن نفس الادويه زي الاتراكونازول والفلوكونازول بتستخدم في التينيا بيدس وفي الاونكومايكوزيس، ولكن التينيا بيدس ممكن تقعد up to 6 weeks، اونكومايكوزيس ممكن تقعد 4 شهور، ولو هنستعمل فلوكونازول ممكن يقعد up to 12 شهر البيشنت بيتعالج. وبيبقى في صعوبه فور ذا بيشنت كومبلاينس، يقول واحد تاخد علاج لمده 12 شهر عشان فانجل انفكشن ممكن ما يكونش اصلا بيشتكي منها، عشان كده ما بنلاقيش ريسبونس كويس. طيب لو انا هختار لمستر كريم اللي بياخد ستاتن وبياخد كالسيوم شانل بلوكر، هياخد ايه بقى من الادويه اللي قدامنا؟ هتدي حاجه توبيكال؟ لا، ده سيفير سيتويشن، توبيكال از نوت انف. ممكن ندي التربنافين وانس ديلي لمده 12 اسبوع علشان الانتر اكشن والتريتمنت كونسيدريشنز، لان الاتراكونازول وفلوكونازول بيأكت او متابلايز ثرو البي 450، فبالتالي انتر اكشنز كتيره مع ادويه السكر سافانيليوريا والتيزيديز فور اكزامبل. وهنراعي كوموربيديتيز سبيشلي لو في عيان تاني عنده رينال او ليفر امبيرمنت، عشان كده لازم نحط كيس ستادي ونسال على كل التفاصيل، لان احنا مش بنعالج شابتر الفنجل، وي ار تريتنج ا بيشنت از ا هول. ايه التشالنجز؟ ريزيستنس نتيجه الهايبرجلاسيميا ونتيجه لسوء الاستخدام الادويه دي، فبقينا زي ما نشوف ريزيستنس للانتي بايوتكس في ريزيستنس للانتي فنجل. Poor circulation، ما تخليش الدواء يوصل كويس. Limited mobility و obesity، فالعيان ما بيقدرش يعمل ياخد التوبيكال treatment كويس او يفحص رجليه بشكل كويس. و limited number of studies على ال patients with diabetes. These are poor prognostic. تقفلوش عليا، ادوني دقيقة، بلاش بتاع الطن ده، ممكن 1 minute دكتورة ولا انا قربت خالص. Poor prognostic patient data والاورجانيزم نفسه سبيشال لو في ريزيستنس، وحاجات في النيل سبيشال لو كان في سيفير انفولمنت.
relapse reinfection common up to 53%. يعني حتى اللي نجح وخف ممكن relapse او reinfect within 53%. Many patients unfortunately عندهم long history of non-treatable ما بيتحسنش fungal infection. طيب مين the following measures is most likely to help him او to help the patient اللي عنده fungal infection؟ نحط كالسيوم شانل ملوش علاقه. ستوب ديسكونتينيو ستاتين ديفينيتلي نو. مودريت اكسرسايز. تريتمنت اوف تينيا بيديس مهم جدا, ما نستهونش بالتينيا بيديس فور البيشنتس بتوعنا. والاكسرسايز مهم بس ننبه على البيشنت يبقى فيه نخاف من ايه في العيان اللي عنده دايابيتس سريعا؟ هنخاف من الفانجل انفكشن ممكن يدخل لجوه سريعا ويعمل مشاكل ويبقى كمان سوبر ادد عليه بكتيريا انفكشن ميكست انفكشن. ولو دخل وعمل ألسريشن ممكن يبقى فيه مشاكل كبيره تؤدي الى امبيوتيشن. امبيوتيشن ريت 77% في النيجلكتد سيفير كيسز. واحده من الايرجنج سبيشيز اتس ذا كاندرا اورس, لقوها ان ليها علاقه بجانجرنس فوت ليجنز في البيشنت وذ دايبيتس. سو ماي تيك هوم مسج ان فانجل انفكشن از ا كومن بروبلم في البيشنت بتوعنا وذ دايبيتس. Patient education is a cornerstone. Preventive measures تبدأ بحضراتكم بالscreening. Proper diagnosis and early treatment should be encouraged to prevent diabetic foot ulceration amputation. وبشكر حضراتكم لحسن الاستماع. شكرا.